لو انت مدرب الزمالك، مين من الصفقات الجديده ممكن يلعب اساسي في مباراه السوبر امام الاهلي؟ عمرو السيسي، لان هو عمرو السيسي كويس في نص الملعب، بيعرف يدور الكوره ومن الشمال لليمين وكده يعني. هو زكريا الوردي بيبدا الماتش اللي فاتت وهيبدا يعني الماتش الجاي، وممكن سامسون اللي هو المهاجم. سامسون فيه باين من لمسته كويس، وزكريا الوردي يعني اساسي بقاله كام ماتش، فان شاء الله هيبدا يعني في هو لعيب كويس يعني. اتوقع مصطفى شلبي، لان مصطفى شلبي انت بتلعب بطريقه 3 4 3، في حاله الهجوم بتلعب ب 4 3 3، في حاله الدفاع بتلعب ب 3 5 5 2. فانا اتوقع مصطفى شلبي لانه هو الوحيد اللي يقدر يمسك الكوره، يمشي بالكوره، يحرك الفرقه، يقف على الكوره، يقدر يسيب مساحات لزيزو، يقدر يخلي سيف الدين الجزيري يدخل في العمق. هتلعب بطريقه كويسه، وفي حاله الدفاع هتلعب بخمسه في نص الملعب وثلاثه ورا، هي الطريقه اللي بيلعبوا بيها. واتوقع عمرو السيسي يبدا الماتش لان هو واقف في نص الملعب عشان يسيب مساحات لزيزو ومصطفى شلبي يقفل على الكوره، ويسيب الدين الجزيري يخلص ان شاء الله. وان شاء الله الموضوع مصطفى الزناري، لان في غياب الونش هو طبعا الشخص الوحيد اللي يقدر يغطي في المنطقه الدفاعيه مكان الونش، هو مصطفى الزناري، والتاني مصطفى شلبي. والسيسي يبدا، لان السيسي كويس في نص الملعب، بيقدر اللي هو يدور، عنده نظره كويسه، بيقدر يدور الكره في نص الملعب من الشمال لليمين. وبرده في الوردي، الوردي بيقطع كويس في نص الملعب، وبيقدر برده ان هو يدور الكره. ممكن مصطفى شلبي عشان هو بيتمركز على الكوره وخفيف في الملعب وبيحرك اللعيبه، وهيبقى اضافه قويه للفريق ان شاء الله. مين تاني من الصفقات ممكن يبقى؟ ممكن بردك سامسون المهاجم، عشان هو قوي وسريع ولمسته في الكوره كان حلو الماتش اللي فات، فيبقى اضافه قويه للفريق ان شاء الله، والزمالك هيكسب. لو انا المدرب مكان فيريرا هلاعب مصطفى شلبي لانه بيحرك اللعيبه كتير، وهلاعب برده زكريا الوردي لانه هو يعني بيقطع كور كتير وحلو، ومبروكم برضه لاعب سامسون بدل زيزو فوق كده علشان يحرك اللعيبه كده، ويحرك شيكابالا ويوسف اسامه نبيل. ان شاء الله لو انا مكان فيريرا ان شاء الله هلاعب عمرو السيسي في نص الملعب، ومصطفى شلبي هاف ليفت، عشان مصطفى شلبي بيتميز بالمهارات الفرديه، وعمرو السيسي راجل وتد في نص الملعب، وهسيب زكريا الورد ده تغييرات للشوط الثاني، وضربات الجزاء لو احتاجنا ضربات جزاء. لو انا المدرب العب بمصطفى الزناري في خط الدفاع خصوصا بعد اصابه الونش، ونبدا بعمرو السيسي في نص الملعب، ونبدا بسامسون مكان سيف الجزيري. سامسون لعيب هجام على الجون، يقدر يعمل لك محطه وبيخطف جون زي ماتش سموحه، وبالتفين ان شاء الله لنادي الزمالك. لو انا مكان في الريال لاعب مصطفى شلبي ان هو خفيف على الكوره وبيتحرك حلو في الملعب، وانزل سامسون مكان الجزيري ان هو بيلعب حلو بيخطف الكوره. لو انا مدرب الزمالك هبدا في الدفاع بمصطفى الزناري مكان الونش عشان اصابه الونش، وفي نص الملعب سيسي، وفي الهجوم سامسون عشان السيسي لعيب كويس في نص الملعب وبيطلع الكوره وعنده رؤيه للملعب، وسامسون اضافه قويه للزمالك ولعيب قوي الماتشين اللي فاتوا اللي هو لعبهم يعني، ان شاء الله يبقى اضافه قويه للزمالك.